أيام أننا قلنا بأن محاصرة حلب لا تعني نهاية العالم ولا تعني انتهاء الثورة، وانتظروا الأيام القليلة. ولكن دعيني أقول بداية بالموضوع السياسي أن التحرك بالأمس كان وجه صفعة للسيد رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية الذي تحدث عن عدم تفاؤله بوحدة سوريا كاملة في المستقبل، وصفعة لروسيا التي حددت مناطق آمنة من أجل تسليم الحلبيين أنفسهم، وصفعة مزدوجة لبشار الأسد الذي أعلن عفو عام عن الثوار السوريين. الذي حدث أن كان هناك جبهة عريضة يحضر لها مسافته حوالي 30 كيلو متر وأكثر من 20 ألف إلى 25 ألف مقاتل، وصول مقاتلين من ريف حماة من ريف إدلب إلى تلك الجبهات، فك الارتباط بين تنظيم النصرة أو إلغاء تنظيم النصرة وتحوله إلى فتح الشام، إعادة اللحمة بين الفصائل. هناك فصائل خذلت حلب بالفترة الماضية، اليوم يتم إعادة تجميع كل هذه الكتائب، يخططون لمعركة بعمق 30 كيلو متر، أي إرهاق نظام بشار الأسد الذي ليس لديه قوات تغطي هذه المسافة. بدأت المعارك، وهنا أيضا صفعة أخرى للروس الذين فتحوا ممرات آمنة لخروج المدنيين. بالأمس أهل حلب في المناطق المحاصرة قاموا بفرض حظر طيران جوي على الطيران الروسي من خلال إشعال إطارات العجلات السيارات والأشياء البلاستيكية من أجل التشويش على الطيران، وهذه صفحة أخرى للروس. إذا كان هناك تخطيط منذ على الأقل شهر تقريبا لهذه المعركة، ولكن ظروف المعركة أو تطورات الأحداث الأخيرة جعلت هؤلاء الشباب أو جبهة الفتح وجيش الفتح يتحدون في غرفة عمليات واحدة ويبدأون معركة بعمق العمق الحالي الذي بدأوه 20 كيلو متر، وانهارت قوات بشار الأسد بشكل مفاجئ. حتى أن الثوار الذين تحدثنا معهم قالوا لم نتوقع أن نحصل على هذه المناطق بهذه السرعة، وهذا يؤكد أن بشار الأسد ليس لديه مقاتلين على الأرض إنما يعتمد على الطيران الروسي. تقدم الثوار إلى مدرسة الحكمة حديث عن هنا أريد السؤال عن أهمية مدرسة الحكمة الاستراتيجية في هذه المعركة أستاذ ميسرة، لأنه يتم مدرسة التركيز عليها الحكم. كثيراً. مدرسة الحكمة هي أكبر مقر لشبيحة إيران والمرتزقة الإيرانيين، سواء حسن نصر الله أو القوات التي متعددة الجنسيات التي أتت من إيران أو التي تأتمر بإيران، كانت مقر رئيسي لتلك الميليشيات. الثوار سيطروا عليها، وهناك حديث عن 12 معتقل من تلك الميليشيات. ولكن الأمر الأهم من ذلك هو التقدم باتجاه الراموسة. الراموسة أي كلية المدفعية أو مدرسة المدفعية، والتقدم واستمرار التقدم يعني جعل قوات ميليشيا بشار الأسد أو المرتزقة الذين يقاتلون مع بشار الأسد هم المحاصرين، على عكس ما كان هنا في تخوف يا أستاذ ميسرة، يعني ربما هذه الخطة تؤدي إلى حصار المناطق الغربية الآن، وهناك أيضا حلبيون سيحاصرون على الجهة الأخرى، كيف تردون على هذه المخاوف؟ المعركة بدأت من جنوب حلب تقريبا من قرب أكاديمية الهندسة العسكرية، وباتجاه الشمال بعمق 20 بطول 20 كيلو متر، ودخلوا الثوار إلى المناطق الحلبية من أجل تحريرهم، لأن بشار الأسد والإيرانيين والحوثيين والفاطميين وحزب الله الإرهابي هو محتل، هو الذي يسيطر على تلك المنطقة. لكن هنا نحن نحذر من عمليات انتقامية وتدمير ممنهج تقوم كردة فعل من روسيا التي تدير كل هذه المعارك. إذا نحن من خلال منبر سكاي نيوز عربية نحذر من ردة فعل إجرامية ساحقة ضد المدنيين في هذه المناطق. نستطيع أن نتحدث اليوم حتى هذه اللحظة من خلال ما وصلنا عن تقدم استراتيجي وتقدم نوعي في تلك المناطق، ولو استمرت المعركة بهذه الوتيرة ربما نصل إلى أحياء حلب الشرقية التي تم حصارها منذ أيام قليلة، وتم الحديث عن ممرات آمنة من أجل إخراج هؤلاء المواطنين، وبالتالي فك الحصار وتحرير المزيد من الأراضي وتحويل المحاصر إلى محاصر. وهذه الورقة التي أرادها ديم السورة عندما تحدث مع وزير الخارجية بشار، أشكرك جزيل الشكر. انتهى وقتنا، أنا أسفة للمقاطعة. أستاذ ميسرة معنا كان من القاهرة مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان.